السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله هنقدم معكم طريقة تحضير كرواسون بطريقة اللي هي سهلة بطريقة عملية وهتنجح معكم اكيد من اول مرة، فقط احترموا المقادير والطريقة. اليوم ان شاء الله هنحضروا كرواسون ديالنا بلا بيض، يعني كتجي واحد الكرواسون اللي هي لذيذة، كتجي خفيفة وكتجي هشيشة. كنتمنى الصراحة انكم تجربوها، كنتمنى كذلك تعجبكم الحلقة اليوم، وما تنساوش انكم تبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائدة ان شاء الله للجميع. ودابا ان شاء الله نخليكم مع طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي هنحتاجو، فعندي هنايا 400 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، كذلك عندي هنايا كاس ديال العنبة ديال الحليب اللي كيكون دافي، كذلك عندي هنايا كاس ديال العنبة ديال الماء اللي كيكون دافي، هنا عندي ربع كاس ديال العنبة ديال الزيت النباتية، وهنايا عندي نصف كاس ديال العنبة ديال السكر السنيدة. هنا كنحتاج ملعقه كبيره ديال الخل، هنا كنحتاج شويه ديال الملحه، وهنايا عندنا ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه او الخميره المعجونه يمكن لكم تعوضوها. كذلك هنا عندي 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، وهنايا عندي 7 غرام ديال السكر فاني. فهادو هما المقادير والمكونات، ودابا ان شاء الله نشوفوا طريقه التحضير. وهنا بالنسبه لطريقه التحضير، فاول حاجه كناخذ واحد الاناء اللي كنعمل فيه الخميره الفوريه. بالنسبه للخميره الفوريه كيف قلت لكم، يعني يمكن لكم تعوضوها بالخميره المعجونه، يعني حتى هي كتستعملوا منها ملعقه كبيره. هنا ضفنا السكر سنيده، هنا كذلك كنضيفوا كاس ديال العنبه الماء اللي كيكون دافي، يعني ما يخصوش يكون سخون بزاف ولكن خصو يكون غير دافي. وهنا كنضيفوا كذلك كاس ديال الحليب حتى هو كيكون دافي. هنا يمكننا نعملو جوج كيسان ديال العلبة ديال الماء، يعني نستغناو على الحليب، ولكن كنعرفو بأن الحليب حتى هو الصراحة كيعطي واحد المذاق اللي مزيون في كرواسون. هنا ضفنا الزيت، كذلك كنضيفو هنايا الخل، وكنضيفو شوية ديال الملحة. بالنسبة لقياس ديال الملحة كنضيفوها على حسب الكمية ديال الدقيق اللي حنا عندنا. هنا كذلك كنضيفو السكر فاني، بالنسبه للسكر فاني يمكن لكم تعملوه كذلك يمكن لكم تستغناو عليه، لكن الصراحه السكر فاني كيعطي واحد المذاق واحد النسمه مزيونه في الكرواسون. هنا كنخلطو مزيان هاد المكونات اللي عندنا، يعني كنبقاو نخلطوه حتى كتذوب لينا الخميره والسكر والملح، يعني اي مكونات اللي خصها تذوب مزيان فهنا كنخلطو حتى كيذوبوا لنا يعني المكونات كلها مزيان. هنا من بعد ما خلطنا المكونات ديالنا مزيان حتى كتذوب لينا الخميره والسكر، وهنايا كنضيفو نصف كميه ديال الدقيق ديالنا، وكذلك كنضيفو الخميره ديال الحلوى. بالنسبه للدقيق فانا عندي مغربل من قبل، وبالنسبه للخميره الحلوى فحنا كنغربلوها دابا. هنا من بعد ما غربلنا الخميره ديالنا فكنخلطو مزيان، من بعد ما كنخلطو فكنبقاو نضيفو الكميه ديال الدقيق ديالنا، كنضيفوها بالتدريج حتى كنكملو الكميه ديال الدقيق اللي عندنا كامله.